بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة أقيمت أمس بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي احتفالية بعنوان نحن قادرون، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين المركز وجامعة عين شمس. وشارك في الاحتفالية قداسة البابا الأنباط بطرس الثاني، بابا الإسكندرية، باتريارك الكرازة المرقسية، ونيافة الحبر الجليل أنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ودكتورة نيفين كباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والنائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، والأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزة رئيس السابق لجامعة عين شمس. وقد شارك في الاحتفالية أيضا صاحب نيافة أنبا دانيال أسقف المعادي سكرتير المجمع المقدس، وأنبا استفانوس أسقف ببا والفشنة، ولفيف من أعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين ومجلس الشيوخ وأعضاء بهيئة التدريس بجامعتي عين شمس والقاهرة، وأساتذة لغة الإشارة بأكاديمية المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. هذا وقد أجرت قناة ميسات عددا من اللقاءات على هامش احتفالية نحن قادرون والتي أقيمت أمس بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. نتابع. النهاردة بنحتفل مع المركز القبطي الأرثوذكسي، وهو مركز دعوي بيدعو إلى الحقوق وإلى وصلة الوصال وإلى الاتصال مع بعضهم البعض، اتصال الحضارات واتصال البشرية والإنسانية ببعضها البعض، بيدعو لحقوق الصم. ويعني كل الشكر والتقدير للبابا تودروس في رعايته لهذا الحدث، وهذا ما عهدناه منه. الحقيقة موجود معنا أيضا جامعة عين شمس، موجود معنا السفارة الإيطالية، موجود معنا الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، موجود معنا مجموعة من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. فإذا كل هذه الجهات جاءت لتزف إن إحنا النهاردة الصم وضعاف السمع لأول مرة كانوا التحقوا بالجامعات سنة 2015، وأول دفعة تخرجت سنة 2019. جئنا لنستكمل مسيرة الكفاح ومسيرة الحقوق الخاصة بيهم، ضعاف السمع وأبنائنا ضعاف السمع والصم، وشفنا يعني قدي عندهم قدرات ومهارات، وولاد وبنات تفرح الحقيقة، واندمجوا في التعليم الأول ما قبل الجامعي ثم في التعليم الجامعي، ثم دلوقتي كمان إن شاء الله هيستمروا، هيبقوا معيدين ويمكن أساتذة كمان في بعض الكليات. والنهاردة تحديدا بالصم وضعاف السمع حاجة تدعو للفخر بالنسبة لنا على الأقل، لأني ربنا وفقني بسيادة الأنباء الأممية إن إحنا سنة 2015 فتحنا لهم الباب إنهم يخشوا الجامعات المصرية. كنا إحنا أول جامعة، جامعة عين شمس تسمح بذلك في كلية التربية النوعية، وتابعنا بقية الجامعات بعد كده سنة 2016 8 جامعات، وسنة 2017 12 جامعة، وتوالت الجامعات، ولكن إحنا اللي فتحنا الباب للولاد دول. والحقيقة هم أثبتوا جدارة شديدة جدا وتخرجوا كلهم بتأديبات ممتازة، محدش اتأخر منهم، كلهم اتخرجوا في 4 سنين. فالحقيقة يوم يدعو الفخر. فئة ضعاف السمع الحقيقة قد إيه أنا كنت فخورة، شايفة ده يعني ضمن منظومة توجه الدولة للاعتناء بكل فئات الشعب المصري، المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب. فشايفة النهاردة دور الكنيسة بالشراكة مع جامعة عين شمس، بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، الحقيقة الشراكة دي مهمة جدا جدا، وبتسفر دائما عن نتائج باهرة. بنفتح لهم أزرعنا وأحضننا علشان ينضموا معنا في رابطة الخريجين، وأنا هتواصل مع المركز علشان ضم الخريجين إن شاء الله. فيما يخص نطاق التعاون في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إحنا يعني نثقنا إن إحنا إن شاء الله نمد التعاون لمحافظات الجمهورية المختلفة لصم وضعف السمع فيها. العالم كله بيحتفل بهذه الفئة اللي ليها
كيان كبير جدا منذ بداية اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأولاد من 2015 وتخصيص عام 2018 عام لذوي الإعاقة واهتمام الكنيسة المصرية بهذه الفئة من الأولاد. ويمكن على سبيل المثال للحصر احنا في تعاون كبير جدا بيننا وبين الكنيسة المصرية في كنيسة بيبا والفاشن واشتركنا مع بعض في عمل قاموس إشاري موحد للغة الإشارة. اليوم العالمي بالاحتفال بذوي الهمم، الكنيسة لا تعتقد أنهم ولا تعتبرهم على الإطلاق أنهم معاقين، تعتبر أنهم ذوي همم وأن الإعاقة الحقيقية هي إعاقة الخطية. النهاردة احتفالية كبيرة علشان خاطر طبعا ذوي الاحتياجات الخاصة وأهم حاجة الصم وضعف السمع، واحتفال تاني بتخرج كذا دفعة من كليات تربية نوعية على مستوى مصر وتكريم بعض الطلاب المتفوقين ومنهم طبعا جون لأنه هو كان من أول خريجين الطلاب الصم. أول مرة يتعمل حفلة بالشكل ده على مستوى مصر، المركز الثقافي القبطي هو اللي ساعدنا في حاجة زي كده وكان على طول بيدعمنا وبيدعم المترجمين وبيدعمنا في جامعة عين شمس، وجامعة عين شمس دي جامعتي وأنا فعلا مبسوط جدا.